في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للحماية المدنية واللي شعاره تقنيات المعلومات في تقييم المخاطر، تم اليوم بالإدارة الجهوية فتح الإدارة الجهوية للعموم، كيف عرفنا بالمهام والمشمولات بتاع عون الحماية المدنية، كيف عرفنا بالتجهيزات الموضوع على ذمة العوان وإطارات الحماية المدنية للتدخلات. شاركونا بعض الورشات من بعض الجمعيات، كيف رياض الأطفال كانوا معنا حاضرين. سيد الوالي بالشرف شحضر معنا في الاحتفال هذايا هو الإطارات الجهوية. والله بالنسبة لنا احنا كإدارة جهوية واللي هي مضوية تحت ديوان الوطن للحماية المدنية، تعرفوا ساعات ديوان من اللي عنده مدة من اقتناء التجهيزات الجديدة واللي هي مواكبة للتدخلات سورتو في على مستوى الإدارة الجهوية القروان. تعرفوا أكثر التدخلات متاعنا واللي هي خايبة شوية هي التدخلات بالأبار، دونك كيكسوا ركزنا على الزاد المعرفي للعون، كيف مع مواكبة التجهيزات الضرورية واللازمة واللي تكون تسهل مهموريته. ما حكيت هذا فولي معين على نوع من التدخلات، أما براتيكمون جل التدخلات على مستوى الإسعاف، الإطفاء، الإنقاذ، دونك قاعدة تواكب كلك سواء الفورماسيون تاع العون على مستوى التكوين نتاعو ولا التجهيزات زاد كيف. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.